بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الثالث الإعداد، إن شاء الله النهاردة معانا paragraph of about 110 words، يعني من 110 كلمة. on a short story، قصة قصيرة. you would like to tell، تود سردها. a short story you would like to tell. طبعا الباراجراف بتاعنا، تعالوا مع بعض نتعرف على how to write it، ولكن مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، يا ريت كلنا نرددها. هنا قلنا write 110 words on the following: a short story you would like to tell، قصة قصيرة تود سردها. نبدأ بمقدمة بسيطة كده. It's so nice to have fun and enjoy our time. It's so nice، حاجة لطيفة. To have fun، إن إحنا نستمتع. And enjoy our time، ونستمتع بوقتنا، أو نمرح كده ونستمتع بوقتنا. I have fun when I read a book or a story. I have fun، أنا بستمتع. When I read a book، لما بقرأ كتاب. Or a story، أو قصة. I like reading short stories، أنا بحب أقرأ القصص القصيرة. So much، يعني جدا. For me، بالنسبة لي. Reading is important and useful for my brain، بالنسبة لي القراءة مهمة ومفيدة للعقل. My favorite story is Alice's Adventure in Wonderland. My favorite story، يعني القصة المفضلة عندي، is Alice's Adventure in Wonderland. ويريت نحطها ما بين اتنين two commas أو two inverted commas، يعني القصين الصغارين دول، عشان ده اسم القصة. It's so nice، هي لطيفة جدا. I read it many times، أنا قرأتها. I have، ممكن أقول I read أو I have read it many times، أنا قرأتها كتير جدا. The main character is called Alice. The main character، الشخصية الرئيسية، is called Alice. She is a brave girl. She is a brave girl، يعني هي بنت شجاعة. In Wonderland، في بلاد العجائب. She met a white rabbit، يعني قابلت أرنب أبيض. And a smiling cat، وقط مبتسم. Also she met the queen of hearts، وأيضا قابلت ملكة القلوب. She is a scary and bad woman. She is a scary، يعني سيدة مخيفة، وطبعا bad سيئة. But Alice isn't afraid of her، ولكن أليس لم تخف منها. At the end of the story، في نهاية القصة. Alice went back home، عادت أليس إلى المنزل. This story teaches us، هذه القصة بتعلمنا. To be brave، إن إحنا نكون شجعان. Really it's a wonderful story. Really يعني حقا، ده قصة wonderful يعني رائعة. مرة تانية. It's so nice to have fun and enjoy our time. I have fun when I read a book or a story. I have fun when I read a book or a story. I like reading short stories so much. I like reading short stories so much. For me, reading is important and useful. For me, reading is important and useful. For my brain. For my brain. My favorite story is Alice's Adventure in Wonderland. My favorite story is Alice's Adventure in Wonderland. It's so nice. It's so nice. I read it many times. I read it many times. The main character is called Alice. The main character is called Alice. She is a brave girl. She is a brave girl. In Wonderland, she met a white rabbit and a smiling cat. Also, she met the Queen of Hearts. She's a scary and bad woman, but Alice
isn't afraid of her. At the end of the story, Alice went back home. This story teaches us to be brave. Really, it's a wonderful story. طبعا زي ما احنا شايفين القصة او الباراجراف بتاعنا بسيط جدا وسهل، ولكن دايما بذكركم اثناء كتابة الباراجراف عندنا مجموعة من النوتس، يعني ملاحظات كده ناخد بالنا منها. The first، الاول احنا بنترك مسافة كلمة مع بداية الجملة الاولى، وبنبدأ الجملة بحرف كابيتال، ويريد واحنا بنكتب كده تنسيق خطنا ترك مسافة ما بين كل كلمة والكلمة التي تليها. في نهاية الجملة بنضع فول ستوب. طبعا الباراجراف معروف ان الجمل متواصلة، مكان بحط النقطة، ابدأ الجملة التالية وحرف كابيتال، وفي نهايتها بنضع فول ستوب. ايضا اثناء كتابة الباراجراف واحنا بنكتب ايضا الباراجراف، يريد كلنا نلاحظ واحنا بنكتب الباراجراف بتاعنا ان جمل جرامر صح، سبيلينج صح، يعني اراعي الجرامر في الجملة. اقول I like reading، ما ينفعش اقول I like read، او اقول I like، طبعا براعي التنس الزمن، براعي برضك اللي هو علامات الترقيم اللي هو الابوستروف والكوما في الجمل، وفي النهاية طبعا الفول ستوب في نهاية كل جملة، وتمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح. طبعا الباراجراف هنعرضه في صفحة منفصلة بخط واضح أو أكبر. بالتوفيق للجميع، يريد ما ننساش كلنا. طبعا الباراجراف هنا مكتوب بخط واضح وأكبر، يريد نقرأه ونذاكره كويس، والتوفيق للجميع. اللي مش مشترك معنا في القناة ياريت يعمل سبسكرايب، ولو عجبنا الفيديو لايك للفيديو للمزيد والاستمرار.